السلام عليكم، انا شريف مغازي، حلمكم فرانساي. الفرانساي فليب عباره عن كيك فليب وفرانساي 180. تعمل فرانساي فليب، تحط رجلك القدام لجوه شويه عن كيك فليب، يعني كيك فليب انا بحط كده، فرانساي فليب عايز تحط يعني كده، والرجل اللي ورا اظن ممكن تحطها زي الفرونسايد 180 او زي الاولي تفرج عشان تحب ستريت، بعدين تلف كتفك كده شويه، بعدين لما انت حوالي يعني نص المسافه او ربع المسافه تفلك، بس متفلك متفلك قدام، فلك يعني قدام اللفه. بص كده بوب، بعدين تلف كده فليك الورا، بعدين امسكها حط رجليك ورول، تبقى ممتازه.